نبدأ بسم الله. هاي لو كنت في مكان احنا حتى نذبح المرحلة وراح حتى على يمينك هنا بدأ لايف يا بسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone. ان شاء الله tonight ان شاء الله this is the last hours of what could be ليلة القدر. هذه هي الساعات الأخيرة فيما نعتقد أنها بإذن الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. ومعنا في العربة ونحن راجعون من لندن الأستاذ أبو حنين اللي هو المدير التنفيذي لمؤسسة إثار الإغاثة، والأستاذ سلمان أبو سلمان سلطان أبو سلمان مؤسس المؤسسة. وكنا في لندن في حملة لجمع التبرعات لجمعية إيثار من أجل مناصرة ودعم اللاجئين الإريتريين المتواجدين في شرق السودان والمتواجدين في اليمن والمتواجدين في جيبوتي. وكان يوما مباركا شارك فيه العديد من دول مختلفة بتبرعاتهم وبأدعيتهم وبحبهم للخير وعمل الخير. ومعنا الآن أخونا سلطان أبو سلمان يتحدث لك. تعالى سلطان. يا سلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. قرب حاجة تقول تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام. The brothers and sisters, the follower of that, our lovely brother, the father of the humanity, Dr. Hani Albanna. I'm so blessed to be with him tonight. We've been together in the Hwachina for helping the remind the world the Eritrean refugees, the neglected and forgotten people, with the great team of Al-Hwachina, with our lovely brother, with brother Saeed Abdul Rahman, with all those few brothers who have been shared with us from different countries, and really was it's a blessed night, alhamdulillah. Allah has blessed us with beautiful people around the world, even from Palestine, they were calling us to donate for the Eritrean refugee. Imagine the situation in Palestine, and the people's situation in Aqsa and wherever in Palestine. All people from Palestine to London to Israel relief to help the Eritrean refugee. It is something kind of special message. Show you that the union of the Ummah is the Hadith has mentioned about the Ummah is one body. If you have a pain in your finger or your leg, you are not just feeling that, but you feel your whole body. So really, we had so blessed night. Alhamdulillah. Alhamdulillah. هذه الليلة المباركة كنا يعني ممكن الأنوار ما واضحة يعني في طريقنا من الرحلة من الحملة، ولكن صوت العزيز القاري دكتور هاني بنا صوته الجميل، وحتى هو ما شاء الله وجهه أبيض يعني ظاهر كده حتى في ظلمات الليل ينور. أنا لكن أنا أفريقي مسكين شكل. الله يرحمه دكتور ياسر صديقي دكتور هاني في القاهرة. دكتور ياسر رحمه الله عليه أحد المسلمين عايش مع بعض في سيدة زينب. في المغرب بعد العشاء اكلمه من بلكونه، والله يا ابو السلاطين الزبادي مش شايف منك حاجه الا اسنانك اكلمك. فلعلكم تسمعون صوتنا هذه الليله المباركه التي يرتجى ان تكون ليله القدر. امين. نسال الله سبحانه وتعالى لكل من له هم لاجل الاخرين. امين. لان يا دكتور كما نتعلم منك دائما في كل مناسبات، الذي عش لنفسه مهما كنت كبيرا ما منك فائدة. صراحة إذا أنت تعيش لنفسك فقط، وبل إذا أنت تعيش فقط لزوجتك ولأولادك، بما أن هذا حق ومن حقك أن تقوم، لكن يعني عشت صغيرا ومت صغيرا وتحشر يوم القيامة صغيرا. لكن عندما تتجاوز نفسك زوجتك وأولادك ومحيطك الخاص ويكون لك هم للآخرين. كما أخي الحبيب دكتور هاني بنا أنشأ مؤسسة إغاثة إسلامية في الثمانينات العالم عندما كان في سبات من النوم. دكتور هاني بنا من الشخصيات اللي أتوا إلى هذه البلاد وعنده تخصص طبي عالي يقضى
يعيش في زي مليونير، ولكن تركه وكله يريد عسل الله. هذا ما قاعد يقول دعاء، ما يحتاج مني شيء. الرجال أفنى حياته في هذا العمل، عسل الله أن يكون له رصيد عند ربه ويكون مقبولا عند الله جلت قدرته، وأن يختم له بالصالحات ويطول عمره في هذا العمل، وهو يمشي بدون أن يتوقف إلى أن يعود إلى الله جلت قدرته. فدكتور هاني الله يسد الله يجزيه الخير، حينما أسس الإغاثة هذه وأصبحت الآن مؤسسة يعني ترفع جبين المسلم في العالم كله، ولها مكاتب في جميع العالم، التي بدأت من لا شيء. يقول دكتور هاني بأنه معي في أول التبرع، عندما جمعوا 25 قرش. هذا قول دكتور هاني بن المؤسس ورئيس الذي كان وما زال، والحمد لله اليوم تدخل ملايين، وعندها العمل الذي يؤسس لأجل الله ولله جلت قدرته. وهذه ما فيها فلسفات ولا جدل ولا نفاق، الله عز وجل على نياتك وقصدك ومقاصدك. إذا تعمل لله إن الله لن يخذل. دكتور هاني دائما يقول لي ابن اسمع، إياك ترجع أي شيء لنفسك في أي شيء ربنا يوفره. إذا عملت هكذا يقول لي لو تطير إلى عيان السماء حتهبط على الأرض ما يبقى منك الأصل. لا بد أن يكون عندك تعمل الشيء لأجل هؤلاء الناس الذين وجدهم من العدم. الله الذي خلقهم مثلي ومثل دكتور هاني أخي وحنين الآخرين، الله كان قادر أن يكون في أماكننا ونحن نكون في أماكننا. فالحمد لله، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتجرد. وهذا لا يعني إنسان لا يتعرض للخطأ. سبحان الذي لا يخطئ، ساعد دكتور. سبحان الذي لا يقصر. لكنك عمدا لا تتجاوز، اعمل كل ما تستطيع من جهد واجتهاد بأن الله عز وجل سيغفر لك التوفيق. فالحمد لله، كانت ليلة مباركة بمشاركة الداعية المبارك من الكويت دكتور وليد الطراد، مشاركة الحبيب أخي عماد ياسين من إسبانيا، وبمشاركة الجميلة من كل دول العالم. تقريبا معظم الدول تواصل معنا، قطر، السعودية، إمارات، من الكويت، من فرنسا، من ألمانيا، من الداخل فلسطين، ومن كل الجنسيات الذين شاركونا. الله يسعدهم في الدارين ويحفظهم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رحمة للعباد والبلاد، عمل الخير وما أجمله. ونسأل الله أن نكون سببا في تخفيف المعاناة عمن يعانون حول العالم. آمين. وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والتجرد. آمين. وأن تكون أعمالنا وأقوالنا كلها. دكتور هاني منا، يعني أنت طبعا رجل كلك تجارب ما شاء الله عليك حياة، نسأل الله يتقبل منك. في مثل هذه الأجواء الآن يجي يقول لك واحد عشان ليلة الليل 27 حتفرغ للعبادة. احنا برضو نحب العبادة، نعبد الله ونسلي ونبر، لكن إنسان يترك هذا العبادة التي هي عائد فردي على نفسه، ولكن يخرج من هذا ويحاول يكون له أثر للآخرين. كيف يعني تقول الكلام هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للقيام، بالنسبة للدعاء، وبالنسبة لقراءة القرآن، ده شيء مهم جدا جدا، خاصة في هذه الأيام المباركة. وده شيء كل منا بيسعى إلى تحقيقه لكي ينال الأجر فيها المضاعف في هذه الأيام المباركة. أما قضاء حوائج الناس فهي عبادة أخرى، قد لا نعلم مقدار قدرها أمام الله إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عبادا يختصان بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم أو لهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. اليوم وإحنا بنسافر ساعتين ونص قبل الإفطار للندن، وراجعين حاليا دلوقتي الساعة 1 صباحا تقريبا، راجعين من لندن إلى برمنغهام مرة أخرى، وجالسين في الحوار لكي نجمع المال من أجل رفع المعاناة عن إخواننا وأهلينا الفقراء والبؤساء واللاجئين من شعب الأريتري. إذا أحسننا النية وأحسننا العمل فهذه أيضا عبادة، عبادة ورباط لكي نساعد هؤلاء الناس المنسيون. وليس هم فقط المنسيون، هناك قضايا منسية كثيرة في
العالم الإسلامي زي قضية اليوغور والصين وقضية الروهينجا في بورما أو في ميانمار وقضايا أخرى منسية في وسط أفريقيا، التطهير العرقي في وسط أفريقيا، كل هذه قضايا لا يتحدث عنها الناس والأسف لأنها منسية. وطبعا القضية الإريترية على رأسهم منسية منسية منسية. فكل هذه القضايا نحن نرابط، يعني أنا أشهد أن دي مش السنة الأولى ولا الثانية ولا الخامسة، يمكن السنة العاشرة أن إيثار بتخرج في نفس الليلة وفي أول رمضان عشان تجمع الجنيهات والريالات والدراهم من أجل رسم البسمة على أو داخل قلوب الأطفال وداخل قلوب الأرامل وداخل قلوب الأيتام وداخل قلوب المشايخ والعجزة في هذه المخيمات التي لا ينقصها أي نوع من أنواع المعاناة التي يعاني منها هذا الشعب الكريم. فلذلك نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه السويعات التي قضاها الأخ سعيد أبو حنين والأخ سلطان أبو سلمان في نشر قضية اللاجئين الإريتريين وتعليم أو تثقيف العالم بها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المعون: رأيت الذي يكذب الدين، من هو الذي يكذب الدين؟ هو الذي يدعو اليتيم. معناها اللي هو بيعامل اليتيم الضعيف معاملة سيئة، يعني بيزقه كده يقول له ابعد ابعد يا بت، ولا يحض على طعام مسكين. كلمة الحد في القرآن الكريم يعني لا يشيع ولا ينبئ ولا يخبر الناس بحاجة المسكين وبحاجة ولا يحض على طعام مسكين، يعني لا يعلن عن حاجة المسكين لإطعام المسكين. فده كان المقارنة في قضية أخبار وأعلام الناس بقضايا المساكين والفقراء من الإطعام واللباس والكساء والإيواء والتمكين المجتمعي والتدريب والتعليم إلى آخره. ده بالنسبة للإجابة على سؤالك يا أخ سلطان. نعم. أبو سلمان تفضل. والله جزاك الله خير، فعلا هذا نسأل الله حتى أن يرزقنا هذا الإخلاص والتجرد وأن نكون على هذا الدرب وننفع به هذا الإنسان المحتاج. فالله يجزيك الخير ويسعدك، ونحن طبعا نشكر الأحبة الذين شاركوا وأعطوا وتبرعوا وأنسح نفسي. على فكرة أبو سلمان جاء تبرع من أخ آسيوي اسمه زبير الآن 500 باوند. الله وصلنا الآن تبرع الآن. آخر يا شباب 500 جنيه من أخ زبير من أصول باكستانية في بريطانيا. كلكم تدعوا له، اللي بيسمعونا واللي هيسمعونا واللي هيسمعوا الشريط ده أو البث ده بعد كده، جزاكم الله خير يا أخ زبير ويتقبل الله عملك. وإحنا بنتكلم معاكم دلوقتي while we are talking to you the donation is coming to the online with our brother سعيد أبو حنين. تفضل يا أبو سلمان. والله وما أجمل إن الإنسان فعلا يكون عنده هذا العطاء والمشاركة، جزاكم الله خيرا. ونحتاج الاستمرارية في العطاء، لأنه إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ولو حتى تشاركوننا بدرهم ودينار من الليلة يستمر ولا ينقطع، لعله هو يكون أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فإن شاء الله يعني تستمرون بإذن الله على عطائكم ودعمكم بمشيئة الله وحد الديان إن شاء الله. أخونا سعيد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما هي أمسية طيبة وصحبة طيبة بجوار الدكتور هاني البنا أخونا الكبير ومقام والدنا وقدوتنا في أمور الدين والدنيا وأمور العمل الخيري. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. يعني دكتور هاني is an inspirational figure in our life.
as a brother, as a father figure, as a humanitarian lead, as a dedicated person to support the needy wherever they are. Alhamdulillah, we're learning every single day something new from Dr. Hani. And today, despite his health condition, may Allah subhanahu wa ta'ala give him the strength. And I've seen him, subhanAllah, he was struggling to do the travel with that, wallahi, with his beautiful heart. He joined us coming all the way from Birmingham, traveling while fasting at his young age, mashallah, tabarakah rahman. And alhamdulillah, he was an inspiration for all of us in the studio. And by the way, alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, and with all your support, we managed to raise just over $60,000 tonight. Alhamdulillah, this is a fantastic figure, despite the climate of difficulties everywhere. We know everyone is stretched in terms of finance, but al-Muslim akhul Muslim. And the Prophet ﷺ told us, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. The Prophet ﷺ told us that no one will be true believers until they love for their brothers what they love for their for themselves. And I know for sure all of us wouldn't go to bed with empty stomach, wouldn't go to bed knowing our children, they haven't eaten. We wouldn't go to bed knowing our parents, they don't have the medicine they need to take. We wouldn't go to bed without having a simple clean water in the house for our kids. Subhanallah, it's a testing time for all of us. And subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala made the rizq of those people in our hand, and Allah subhanahu wa ta'ala tested them and put them through trials after trials with this poverty, sickness, and being refugees. And subhanallah, those people, they will be ahead of us in Jannah by 500 years. Ameen. And subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala made our way to Jannah through providing those needy. So brothers, whatever you have, small, big, inshallah, share it. And yawm al-qiyamah, wallahi, this might be the reason for you to be elevated in Jannah, or to be rescued from the hellfire, or to bring your family together, inshallah, yani. في سرر متقابلين. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all Jannat al-Firdaus and acceptance in this beautiful night. Jazakallah khair, Dr. Hani. I'm always inspired by this gentleman, wallahi, and we love him dearly. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give him strength and to give him a bigger platform, inshallah, to share his experience, his wisdom for generations to come, inshallah ta'ala. Jazakallah khair, Dr. Hani. Jazakallah khair. كان الهدف بتاعنا الليلة اننا نجمع قرابة $30,000 فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب ظننا وضاعف المبلغ. الحمد لله، يعني احنا خيبة يا والله العظيم. يعني احنا لما بنطلب $30,000 ربنا يقول له نزوده شوية. ايه $30,000 دول؟ عادي $60,000 هو. فالحمد لله. غير كده هو في تبرعات اخرى لم تحسب، لان احنا اصلا عملنا حمله قبل كده في اول الشهر وكان نصيبنا فيها حوالي 120 او 130 الف دولار من نفس المحطه. يبقى ما بين الحملتين قربنا على جمع $200,000. ده غير الجمع من المساجد والجمع من عن طريق المكاتب وعن طريق الايه، وال 100,000 حق الاخ على فكره ما حسبناهاش، مش داخله ده فوق. في 100,000 ثاني فوق البيعه. في 100,000 ثاني عشان مشروع زائد فيه هو قال لك 56 طفل ب 150 جنيه. جنيه ما شاء الله. 56 طفل ب 150 جنيه، ده انت بتتكلم عن 84,000 جنيه استرليني. صح. فالعمليه ربنا انت قال لنا ايه، انتوا بتضايقوها ليه يا واد انت وهو؟ احنا هنوسعها عليكم. الله اكبر. فربنا ايه؟ ربنا هو القادر على كل شيء ان شاء الله. والله انا دائما يعني انا الان عملت مشاركه في صفحتي يا دكتور، وانا عندي في صفحتي مش زيك ناس الاف كثير، لكن عندي 5,000 شخص. بسم الله ما شاء الله. ومن 5,000 شخص هذا حتما هناك الاف منهم الذين يتبرعون دائما للايثار. وأعرفهم على فكرة، كثير منهم يا دكتور عندهم ظروفهم الخاصة. بسم الله. ووضعهم. ومن أجمل ما التبرعات التي أتذكرها أبو حنين في رحلتي في الإيثار، واحد من أبنائنا ولد شاب صغير عمره لا يتجاوز كم 20 سنة، يشتغل في جدة
في احدى المراعي يرعى البهائم والنعمة العمل ما في مشكلة، لكن اللي عجبني فيه نفسيته الأبية الكبيرة في دعم الآخرين. سبحان الله. ورتبه لا يتجاوز 1200 ريال. سبحان الله. طيب يا دكتور، ومن هذا شوف كيف يقسمه. أنا دردشت معه تكلمت لأنه مرة عجبني. من هذا عنده مصاريفه الشهر يبعثه لأمه وأبوه. نعم. وعنده متزوج يبعث لها كلهم في إريتريا. وبعدين لأهل منطقته عنده مشاركة شهرية. سبحان الله. طيب. وبعدين قال لي يا عمو عايز أشارك أتبرع للإيسار كمان شهريا 50 ريال. والله يعني هذا ذكياني وعطاني درس صراحة. ولد هذا كله هذا دخله. نعم. إيش النفس الأبية اللي عنده بهذه الدرجة الكبيرة يتقاسم وما يبقى له شيء. فقال لي إيش؟ قال لي يا عمو أنا كلما أعطي أشعر بسعادة. سبحان الله. يا الله. سبحان الله. يا عن جد يعني سبحان الله يعني. بعدين انا اشفقت عليه وقلت له يا ابني خلاص انت كثر خيرك، انت اللي قاعد تقوم به مهمه كبيره وانت ما مقصر قاعد تشارك، مشاركتك هذه طيبه، استمر لوالدك ولامك. نعم. ولزوجتك الله يجمعك معها ولاهل قريتك. نعم. يعني انا اقنعته اني خلاص اخذت منه هذه تبرع 100 ريال. بعدين قلت له يا جماعه نحن كلنا اصحاب القضايا والهمم، اخي ابو حنين عنده أهله وإخوانه وأقاربه إريتري في نهاية المطاف يعيش في الشتات في الفقر في المساء، مش عيب، هكذا ظروفنا، إلى ربنا أن يغير حالنا. آمين. وأنا أنتم تعلمون أمي الله يرحمها كانت عايشة في البصيرة وأخي فيها موجود حتى مش في المدينة، يعني مش عيب، أنا كبرت فيها ترعرعت فيها وأخي عيش فيها، أنا لازم أقوم تجاه أخوي وأقاربي يا دكتور. نعم. بالواجب. نعم. لكن عندنا ناس ما لهم أحد بعد الله. لا إله إلا الله. إلا الله. بعد الله عز وجل. إذا نعمل إيش؟ لازم نكون سبب لهؤلاء الناس. نعم. لازم نكون لهم يعني عون ودعم. ما نقول لا ما هذول مش من قريتي ومش من منطقتي ما أحد يعني ما لي دعوة بهم. لا. نعم. عندنا دعوة بهم لأنه هذول إخواننا صح ولا لا؟ نعم. نحن جسد واحد. نعم. فلذلك إن شاء الله تعالى الليلة ليلة الصفقات. نعم. أنا طبعا ما أفهم في التجارة. نعم. رجال الأعمال اللي عندهم أموال يعني يترقب ساعة التي يأخذ فيها أجر عظيم. نعم. أو صفقات كبيرة يربح في تجارته. نعم. الليلة من ليالي المباركة في رمضان. نعم. ونحن كلها كم يوم نودع رمضان. نعم. نسأل الله أن لا يكون آخر رمضان يمر علينا يا أبو حنين. نعم. نسأل الله أن يمد في أعمارنا أزمنة عديدة. آمين. وأعواما مديدة. آمين. على صحة وعافية. آمين. نعبد الرحمن. آمين. ونساعد العباد. آمين. آمين. لكن لا ندري ما الله فاعل بنا غدا. آمين. ربنا يقول في القرآن ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. آمين. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فنحن نعجل الخير الذي بين أيدينا، نعطي لله سبحانه وتعالى الليلة ونتبرع ونتعاهد فيما بيننا حتى الذي ما عنده الآن يتبرع الليلة. نعم. فاعمل نيتك الليلة. آمين. اجعلها بينك وبين ربك. آمين. فقول أنا إن شاء الله تعالى أنوي إلى رمضان المقبل بنية أن يمد الله في عمري لكي أعمل عمل يرضي ربي، سأتبرع كل شهر ريال. نعم. دولار. نعم. 10 دولار 20 دولار. تعاهد مع ربك الليلة حتى تكتب لك صفحات صفحات كبيرة إن شاء الله تعالى. الليلة ليلة الصفحات ما تفوتها إلا أن يكون عندك تعاهد بينك وبين ربك، ولو أخبرتنا تعاهدك هنا برضو نشجع الآخرين، صح يا دكتور؟ نعم. يكون نوع من الحماس. نعم. تقول أنا يا جماعة إن شاء الله تعالى معكم كل شهر ب10 ريال، أسأل الله رب يغفر لك مئات الآلاف من الريالات. آمين. فيكون هذا التشجيع للآخر، تحس الناس الآخرين يقتدوا بك. نعم. والدال على خير كفاعل. إيش تقول يا دكتور هاني بن الإنسان الذي الهموم على عاتقه كثيرة، رغم ذلك يشارك لتخفيف معاناة الآخرين ولو بالقليل؟ كلما أعطى يعطى وكلما بذل يبذل له. مين اللي بيبذل لك؟ مين اللي بيعطيك؟ ربك. نعم. أستكون أنت أحن على عبيد الله ممن خلقهم؟ أبدا. ومتكفل برزقهم ومتكفل بشفائهم
متكفل بكسائهم ومتكفل بأرزاقهم أبدا، لكنها اختبارات، اختبار من الله لأصحاب العافية وأصحاب الصحة وأصحاب العلم وأصحاب المال وأصحاب الرزق وأصحاب المعرفة، لأن لكل من هذه الخيرات باب من أبواب الزكاة، زكاة عن المال، زكاة عن الصحة، زكاة عن العلم، زكاة عن المعرفة، زكاة عن كل شيء عندك. الزكاة فقط بالزكاة الدراهم والجنيهات والريالات، هي زكاة عن كل شيء في حياتك. وبتكون الزكاة دي بترجع بركات مصاريفها عليك أنت وعلى أولادك وعلى جيرانك وعلى تجارتك وعلى صحتك وعلى علمك وعلى مستقبلك. فبالتالي الرزق أبوابه كثيرة جدا جدا جدا، والمحتاج زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أفضل الصدقة أفضل الصدقة هي جهد المقل إلى فقير في سر. معناها إيه؟ معناها المقل ده اللي هو عنده قوت يومه، فيأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقولون محتاج هذا المال لكن يؤثر به غيره. فلذلك هي هنا جهد المقل لمن؟ إلى من هو أفقر منه دون أن يعلن عنه، إلى فقير في سر. دي أفضل الصدقة، ورب درهم سبق ألف درهم. رب درهم، الدرهم ده أنا شفته وأنا في زيارتي لليمن في عام 1995، وكنت في زيارة لمدينة تعز، ربنا يرفع عنها البلاء اللي بتعاني منه الآن، وكنت بأخطب خطبة الجمعة هناك عن مذبحة سربرنيتسا اللي حصلت في أغسطس أو في يوليا عام 1995 في البوسنة. وبعد ما قلت خطبة الجمعة أتاني شاب يمني تنطبق عليه أو ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. بالضبط بالضبط كده، وفي إيده كده قابت إيده على شيء أنا مش عارف إيه الشيء اللي في إيده ده. الشيء ده طلع 5 ريال يمني، 5 ريال يمني عملة يمنية ورقية مهلهلة مهلهلة، يعني مهلهلة. ويفتح يده وإن سقطت هذه العملة الورقية على الأرض لتقطعت. قال لي: تقبل 5 ريال؟ قلت له: أقبل ريال. ومن عاد إخواننا اليمنيين اللي هم أرق القلوب لتستبشر سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بيهم حينما أسلموا، وقال: الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني. استبشر بيهم الرسول أعطاها لي، فمن عادتهم انهم يقبلوا الايادي والرؤوس، فانا قبلت ايده وراسه، وانا بقبل راسه اشتممت رائحه التراب. الله وانا بقبل كتفه اشتممت رائحه العرق. الاشعث الاغبر المدفوع بالابواب الذي لو ابر لو اقسم انا ابره، الذي لو طلب منك بنتك لن تعطيها له، لو نظرت اليه من خلف الباب لن تفتح له الباب. هذا الأشعث الأغبر ل5 ريالات يمنية في عام 1995، هذا كان أجمل تبرع أنا حصلت عليه في مسيرتي في هذه 40 سنة الماضية. التبرع الآخر ما كانش بقى في اليمن، كان موجود فين؟ في مدينة نيويورك، في منطقة اسمها بروكلين، يعني من أصعب المناطق عشان فيها مخدرات وفيها كذا وكذا 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 وكذا. وكان في رمضان برضه، كان في رمضان. نعم. وكنا بنتكلم في المسجد عن الجنة وعن ركوبات أو مراكب الجنة، خيل الجنة وعربات الجنة وكذا 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 وكذا. فأتاني شخص من اللي هم المسلمين الجدد. وفي يده كابون الطعام، دي التيكت بتاعت الطعام 3 دولار. وقال: أتقبلون هذا الكوبون؟ هو كل ما عندي، كوبون الطعام اللي هو طعامه لو كان مش متزوج يبقى طعامه هو،
أو طعامه وطعام أولاده. فقلنا نقبل الثلاثة أضرار بتوع الكربون دول ونحطهم لقضية البوسنة في ذلك الوقت. فهذه التبرعات هي أبرك التبرعات التي أتتنا في أول العصر اللي هو اللي احنا بنتكلم عن العصر اللي هو ايه؟ اللي هو عصر طريقنا في عمل الخير الذي بدأ منذ 40 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى ب20 قرشا من طفل مصري كان يدخلهم الشوكولاتة بتاعته، والآن نتكلم عن مئات الملايين كل عام. تفضل يا أبو حنين. قبل أبو حنين أحد الإخوة الأحبة اللي كان معنا جزاه الله خير من الإخوة الخيرين اللي ذكرته بخير، فشاركنا وتبرع يعني من المطر وكل من تبرع وشارك. أنا الليلة نحن الآن راجعين مع الأب الإنسانية دكتور هاني بنا ومعك أبو حنين، ما تقول لي الليلة أنا في العبادة على فكرة يعني تبرع بكام؟ ايه تاع قطر تبرع ايه الفي الفي للقطر الله يجزاك الف يا قطر. كبروا يا شباب كبروا 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 تبرع نحن كذا على الهواء يعني. نعم. وهو عنده مسؤوليات واهل في ام قرقوم سبحان الله، لكنه يشارك دائما يقول واجب اقوم تجاه اهلي. ام قرقوم ده يا شباب اللي معانا على على على, 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 على ايه معسكر خليج في شرق السودان. على صوتك بس. مخيم في مخيم من مخيمات اللاجئين تعرفونه، وخاصه الاريتريين. الأخ هذا عنده أهل وأقارب هناك، لكنه ما يقول عندي أهل وأقارب أساعدهم، دائما يشاركنا في حملات الإسلام. نعم. يعني يقول واجبي أن يكون لي دور في مشاركة العامة. آمين. فأنا أحب معلش أنا لا. أنت برضو الشيخ الأزهر عندك دراسات الإسلامية. أنا ما درست في الأزهر، لكن عندي بعض الأشياء درستها في المساجد. أحسن مني. الله يحفظك تواضعك. يا جماعة الليلة نسأل الله أن تكون ليلة القدر. لكن ما في الشيخ أبو حنين هذا أوقات يخطب في الإمام في المساجد ما شاء الله يعني خطيب فواه ممكن حيراجعني، لكن ما في دليل مؤكد إنها هي الليلة 100%. نعم. لكن هناك يا دكتور هاني الدليل مؤكد أن الله عز وجل كل ثلثي الليل من الليالي يتجلى على الخلق. آمين. جلت قدرته بما آمين. يليق بمقامه. آمين. يأتي مش ناس تبحث عنه. نعم. هو يبحث عن العباد. نعم. الله جلت قدرته يبحث عنك. نعم. ينزل على سماء الأرض كما ورد في الحديث يقول هل من مستغفر أغفر له، هل من صاحب حاجة أقضي حوائجه. آمين. يا جماعة ربنا موجود معنا كل يوم وكل ليلة. نعم. فنسأل الله عز وجل يعني إن كونك ليلة القدر أنت مثلا فوتها في عمل الخير أو في جمع التبرعات أو في الحملة أو 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 لا يعني خيرك راح، غدا الله موجود، بعد غدا الله موجود، طوال العام الله موجود، في كل لحظة الله موجود. نعم. لا بأس الإنسان أياما مميزة يتفرغ للعبادة، لكن وما أجمل العبادة أن تدخل السرور الآخرين. إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وفي حج ولا إن أحب الأعمال سرور تدخله في قلب المؤمن. نعم. في قلب الفقير. والحديث فقط من باب التذكير. نعم. الساعي على الأرمل والمسكين مجرد يسعى جاب ما جاب هذا على الله. نعم. لأن الرزق للعباد بين يدي الله عز وجل. نعم. أجره إيش؟ كالمجاهد في سبيل الله. نعم. يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفطر. نعم. هذا أجرك أنت تسعى، فما بالك تأتي بكفالة. نعم. فما بالك تأتي بكفالة اليتيم أو كفالة المركز أو علاج الأرمرة أو علاج اليتيم، أجرك يكون عند الله عز وجل أعظم. نعم. وأكبر. فلذلك الله يسعدكم حبايب الكرام، لا تبخلون في مشاركة القضية العامة. إياك 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 الحبيب الغالي من تسمعني أن تقول يا أخي عندنا قضايا، كلنا عندنا قضايا، ولا تعلم أين يمكن يقبل عمل من أعمالك. يعني هذا الذي تعطيه للعامة الناس ممكن يكون هو الذي يدخلك إلى الجنان يوم القيامة. آمين. والله سبحان الله يعجز اللسان يعني أنا الحديث مع وجود أساتذتنا هنا، لكن الحمد لله يعني أولا الحمد لله إن الله عز وجل اختارنا من بين عباده أن بلغنا يعني هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر الكريم ومن العتقاء من عتقاء النار، وأن لا نكون ممن قال فيهم جبريل ودعا عليهم رغم أنف امرئ من أدرك رمضان ولم يغفر له وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمين. نسأل الله أن لا نكون ممن حرموا أجر رمضان.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر يا رب العالمين، يبلغنا ليلة القدر. طبعا سبحان الله، لمن المتابعين الآن ولمن لا يعرف القضية الإريترية باختصار، يعني لك أن تتخيل أن حربا تقوم في بلدك فتلجأ إلى أقرب دولة وتعتقد أنك تلجأ لمدة شهر شهرين ثلاثة شهور ثم تعود إلى بيتك وتسكن في خيمة مؤقتة معمولة من القش ومن ربما الأقمشة القديمة والطين، وتظن أنك بعد ثلاثة أربعة أشهر ستعود إلى بيتك. تخيل أنه جيل ثالث ما زال يعيش في هذه المخيمات، 55 سنة 57 سنة الآن يعيشون في المعسكرات، سبحان الله، في شرق السودان خاصة. فتخيل يعني بلا ماء نظيف بلا طعام، أكثر العوائل هناك من كان منهم محظوظ لديه طعام يكفي اليومين في الأسبوع، بلا دواء. سبحان الله، أكثر المناطق التي تجد فيها إعاقات ومشاكل صحية، يعني سبحان الله طفل معاق ليس لأنه عنده مرض شديد، لا، بسبب عدم وجود حتى البنادول أو الأسبرين أو الكافينول البسيط، سبحان الله لا توجد، فيحدث إعاقة كاملة بسبب عدم وجود دواء بسيط. يعني وناس حرموا من التعليم، أقصى أماني الأطفال هناك أن يتعلم تعليم ابتدائي، لا توجد مدارس ثانوية، دع عنك الجامعات، فناس تعيش في معاناة سبحان الله. ولو تخيلت أن هؤلاء الناس سبحان الله، لو خيالك يسرح قليلا ويعود إلى 1400 عام، تخيل أن هؤلاء الناس أجدادهم استقبلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاقت بهم مكة، لما عذبوا في مكة من أهلهم وأخوتهم، لما حرموا أن يقولوا لا إله إلا الله ويعبدوا الله عز وجل في مكة، حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، حرموا من أبسط حقوقهم الدينية، سبحان الله قتلوا وشردوا وحوصروا. فأشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هاجروا إلى بلاد الحبشة، إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. هؤلاء إخوتكم في معسكرات اللاجئين هم أبناء سمية أول شهيدة في الإسلام، أبناء بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء النجاشي الملك العادل الذي استقبل صحابة النبي، سبحان الله. هؤلاء لهم حق علينا. صحيح اليوم ربما القضايا الأخرى لأنها موجودة في الإعلام أخذت أولويات، لكن هؤلاء الأخوة في هذه المعسكرات لهم حق علينا. فأجدادهم من استقبلوا الصحابة، أجدادهم من احتضنوا الدعوة الإسلامية في بداياتها، ولله الحمد انتشر بعد ذلك الإسلام، وإريتريا وإثيوبيا هي منفذ الإسلام إلى إفريقيا، عبرها وصل الإسلام إلى أدغال إفريقيا ولله الحمد. اليوم هؤلاء الناس ينتظرون منكم فقط أن تدعوا لهم وأن تمد إليهم أيديكم بأبسط ما تستطيعون. يا إخوة، المؤمن أخي المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. يعني أخي، تخيل أن أخوك ابن أمك ابن أبيك، تخيل أنه ينام بلا طعام ليلتين ثلاثة، كيف يكون شعورك؟ تخيل أن جارتك أرملة معها ثلاثة أربعة خمسة من الأبناء، وكل يوم تمسح دموعهم ولا تجد ما تسد به رمقهم، سبحان الله. هذه هي سبحان الله الحقيقة، هذه هي الحياة التي يعيشونها، ولكن رغم كل ذلك فهم حامدون شاكرون محبون للقرآن ملتزمون بدينهم، سبحان الله. يسألون عنا أكثر مما نسأل عنهم. عندما نذهب إلى المعسكرات أول سؤال هم كيف حالكم، كيف حال دينكم في أوروبا، أخواننا طيبين؟ والله لا يسألونك، والله من كرامتهم وعفتهم أنهم لا يجروا خلفك ولا يسألوك. أعطيتهم شكروا، لم تعطيهم ابتسموا وصبروا، سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يساهم ويشارك ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. فكلمة إيثار مؤسسة الإغاثية التي ربنا أكرم أخونا أبو سلمان أن يقوم بتأسيسها ومتابعتها حتى ترعرعت اليوم وكلنا أصبحنا جزء منها، فجزاه الله خير عنا وعن جميع أخواتنا في عام معسكرات اللاجئين خير الجزاء، وجزا الله خير الدكتور هاني البنا اللي يعتبر المنتور يعني
الإنسان الريادي والقائد والإنسان اللي كان يتابع هذه القضية عن قرب وينصح أبو سلمان ليل نهار. نسأل الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم ويجعلنا ممن التحقوا في هذا العمل وأخلصوا فيه وأن يتقبل منا أجمعين. وأسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، فهي ليلة جميلة صافية والله، ونحن على سفر ترى السماء ما شاء الله صافية طيبة، لعلها من علامات أن تكون ليلة مباركة بإذن الله تعالى. فأجزاك الله خير يا دكتور هاني، ونحن والله شاكرين لكل التعليقات الجميلة، ونسأل الله عز وجل أن تتذكروا إخوانكم، تذكروا كلمة إريتريا، تذكروا إخوانكم في بلاد الحبشة، تذكروا إخوانكم اللاجئين الذين عانوا الحروب والاستعمارات، استعمار تلو استعمار. سبحان الله، الشعب الإريتري لم يرتاح على مدى 100 عام يا دكتور هاني، على مدى 100 عام. الحرب العالمية الأولى ابتلينا باستعمار إيطالي استمر أكثر من 40 عام، الحرب العالمية الثانية استعملنا من قبل الإنجليز، والإنجليز طلعوا وسلمونا للإثيوبيين، والإثيوبيين في ذاك الوقت كان عندهم أجندة ضد الإسلام وضد العروبة في ذاك الوقت، كانوا أكثرهم عندهم ميول ماركسية وميول شيوعية، وسبحان الله كانوا وباء على الشعب الإريتري، وكان همهم أن يقضوا على اللغة العربية وعلى الإسلام سبحان الله. ولكن الله عز وجل حفظ هذا الدين، واليوم إثيوبيا نفسها تنعم بالإسلام، وإريتريا الحمد لله الإسلام يعود إليها، وإن شاء الله يعني نحن ننتظر قدر مشرق بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوات الطيبين أمثالكم. دائما تذكروهم، وعندنا اللوجو والكلمة الطيبة اللي بنستخدمها في إثار، هي تذكروا إخوانكم، remembering the forgotten، تذكروا إخوانكم المنسيين. هذه الكلمة نكررها لأنهم فعلا منسيين من قبل العالم، ولكن الله عز وجل يعني معهم، وأنتم أيضا إن شاء الله تعالى يعني بقلوبكم وجيوبكم ودعائكم وتبرعاتكم الصحيحة إن شاء الله تكونوا معهم. جزاك الله خير يا دكتور. نصيحة يا أخ سلطان أبو سلمان، نصيحة للشباب. والله يا شباب الكلام الجميل اللي قاله أخي بحاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته جميعا. والليلة فعلا أكرر أقول ليلة مباركة، ليلة مباركة إن شاء الله تعالى، لعل وعسى هذه اللحظات التي نحن فيها معا تكون لنا طريقنا إلى الجنان. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويوفقكم إلى كل خير. وشكر الله دكتور هاني البنا يعطيك الصحة والعافية سيدي الفاضل، يعني من يوم ما عرفتك دائما معانا في هذا العمل وتشاركنا بكل حب وود بكل تواضع ببساطة. أسأل الله أن يجعل لك مكان عند الله جل قدرته تعرف به عند ربك يوم تعود إليه سبحانه وتعالى، ويمد جميعا في أعمالنا على عمل الخير، ويوري كل ما ترجو وتتمنى لنفسك ولأمتك وللإنسانية جمعاء. وأسأل الله أن لا يحوجك بالمخلوق في شيء في حياتك، يبقيك كما أنت تؤدي هذه الرسالة إلى أن تعود إلى الله عز جل قدرته يوم يقول لك ربك جل قدرته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جنتي وادخلي في عبادي. بعدما تطمئن على كل عملك ومهماتك وأدوارك يقول لك تراني خلاص مطمئن ومرتاح، يقول لك تعال خلاص أنا معك يا أيتها النفس المطمئنة. يا سلام، ربنا يجعلنا كذلك كلنا جميعا. أسأل الله أن يجعلك خيرا مما أظن القرآن جميعا، ويحفظك جميعا، ويبقيك خيرا جميعا 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 جميعا، كل المشاركين والداعمين والمتبرعين ومحبين للخير جميعا. أنا شخصيا أطلب منكم من يعرفني من القريب ومن البعيد، سامحونا في التقصير، أعفو عنا. أما أنا عن نفسي ليس لي تجاه المخلوق حاجة في نفسي، غفر الله لي ولإخواني، جعلنا الله وإياكم من المرضيين، ونسأل الله أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين. وإن شاء الله نختم دعاء دكتور معك. نصيحة للشباب، نصيحة للشباب، يا أيها الشباب، يا أيها الشابات خاصة من جيل الأبناء والأبناء والبنات، رصيدك عند الله يوم القيامة بما تقدمه للآخرين اليوم قبل الغد، غدا يوم مجهول لا تدري ما الله فاعل بك. لا تنسى يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن. أحد الناس في الدنيا يا دكتور هي أم. رحم الله أمي وأمك وأم أقرب حديث. وأطال الله في أعمار أمهات من هم على الأرض على قيد الحياة. وبالمناسبة هذه أوصي من والديهم على قيد الحياة يستفيدوا من طاعة بر والديهم. فرصة هذه أحن الخلق هي الأم. يوم القيامة الأم تهرب منك صح. تجي تقول لها يا ماما أنا عايز أدخل الجنة نتائجي 49 من 100، أحتاج حسنة واحدة أدخل بها الجنة. أمك تقول لك حبيبي الغالي أنت كنت كذا وكذا وكذا، لا ما ينفعش النهاردة أنا ما عنديش حاجة لك، دبر حالك. ما ينفعك هناك يوم القيامة المرء تحت ذل صدقته إلى أن يقضى في الأمر. الدرهم الذي تعطيه، كلمة طيبة التي تتكلم بها، تعاملك مع الناس، وتفقدك أحوال إخوانك، ابني نفسك، ثم الله عز وجل يسعدك بهذا. ثم كن على يقين، يد التي تمتد للآخرين دكتور هاني سترى أثارها في الدنيا قبل الآخرة. آمين. صح ولا لا؟ آمين. وأعوذ بالله من كلمة أنا، لكن شيء يذكر بشيء كمثال وتستفيد منها. هذا محدثكم الآن الذي يتكلم بصوت عالي هذا، أنا كنت قاب قوسين وأدنى على الموت. عارف يا دكتور أنا وصلت أي مراحل؟ مراحل ميؤوس منها الحياة. ما كان أحد يتوقع أنني سأمشي على الأرض. والله ما مد الله في عمري إلا الله جلت قدرته برحمتي وبكرمي. ثم أمي الله يرحمها الحبيبة، ثم دعواتكم ودعوات أهل الكرام في تلك المعسكرات ومراكز التحقيق. أنا ما تعالجت بكيمو تربي ريدوتر، هي أهلكتني والله العظيم. وأتعبت جسمي، ما زال عندي منها متاعب. ولكن مد الله في عمري بدعواتكم الطيبة. لذلك لا إياك تفوت هذه الفرصة. أنا من جانبي أختم أقول لكم كلمة لعل منكم تسعدون وتفرحون بها. تقريبا أنا من يوم ما مرضت أنا هذا من باب، وأما بنعمة ربك فحدث. أنا قلت لك يا دكتور هاني بنا أنا من أسعد الناس في هذا الشهر. آمين. قلت لي دخلت الجنة، قلت لك إن شاء الله أدخل الجنة. هذا العام بالنسبة لي رمضان مميز جدا. تعرفون لماذا؟ وهذه نعمة لابد أنتم أن تحمدون فيها لأنكم موجودين فيها. لم أكن أصوم 10 سنوات التي مرضت. ما كنت أقدر أصوم من شدة النشفان في حنجرتي. وما أستطيع أن أقيم من الماء. لكن هذا العام الله عز وجل تجلى علي دكتور. إخواني وأحبابي الأصدقاء. تجلى الله علي، الحمد لله أكملت صيامي لليوم. الحمد لله. ما تعبت. لأول مرة منذ 10 سنوات. أي 10 سنوات والله. منذ 10 سنوات أول مرة أصوم. وكما السبب بما أن الله عز وجل كريم يتعامل معي برحمته، لأن أنا كنت معذور. لكنني يا أبو حنين كل ما يجي الفطور كنت نفسي تتسب. أقول يا ربي متى حصل هذا العام؟ الحمد لله اليوم. وأعتقد يمكن كثير من المتابعين يتذكرون أنك لما تكون على الهواء كنت تعتذر وأنت تشرب الماء وتعتذر وأنت تمضغ العلق، تقول له ما أقدر أتكلم لأن اللعاب لا يسيل، يعني اللعاب ما يتحرك عندي، يتوقف ففمه ينشف سبحان الله، فلازم يا يمضغ شيء يا. فالسنة هذه سبحان الله الحمد لله عز وجل. الحمد لله برضو أنا كنت أصوم يعني العلق يا دكتور. شوفوا النعم يا أخي يا أختي يا ابني يا بنتي، شوف النعمة اللي عايشة فيها. أنا الحمد لله صمت رمضان جميل جدا، لكن خلي أقول لكم حتى تكتمل الصورة. كيف صمت رمضان يا دكتور؟ أعمل إيش قبل السحور يا بحري؟ العلق أمضغه تمام، أطلع منه أي طعم، يبقى خلاص علقي عادي، أمضغه طول النهار العلق. القنفر هذا، القنفر هذا أحط منه كما في فمي كم حبات، طول النهار يجيب لي لعاب. تخيل أنا كيف كنت أصوم؟ أنت الآن قارن نفسي مع نفسك. نعم سبحان الله. أنت عندك لعاب في فمك ولا تنشف حنجرتك ولا ينشف نعمة فمك. بسيطة لا نقدرها. أيوة سبحان الله. لعاب سبحان الله. النعمة هذه ما نستصغرها النعمة هذه ما بسيطة، لكن الحمد لله رغم هذا ربنا من الله علي. إلى اليوم أنا صائم وكلها إن شاء الله باقي يومين، وأنا في دعائي أقول يا ربي اليوم تجليت علي، بقية عمري لا تحرمني من أن أنقطع من الصيام. آمين. الحمد لله من أجمل شهر مر علي، أسأل الله يغفر لي ربي ويرضى عني وعنكم. آمين. ويسعدكم. لعل وعسى أخ أو أخت من معي الآن هنا، يقينا أدركت كم من النعم ربنا حباك في جسمك وأنت لا تدركها. نعم أكيد أنا على يقين أنتم تأثرتم بهذا. فأسأل الله أن يحميكم
ويحفظكم ولا يبتلي منكم أحد. وأنا الحمد لله والله ما قاعد أشكو، بس ككلام كخبر أعطيكم شيء من الأشياء تكون لكم معنويات وتحمدون الله على ما أنتم عليه من النعم. نصيحة للشباب. طيب نصيحة للشباب ولنفسي ولنا أجمعين، عندما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وعندما قال آمين 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 3 مرات آمين، سبحان الله بعدما نزل من المنبر وأكمل الخطبة سأله الصحابة لماذا قلت آمين آمين 3 مرات، فقال جاءني جبريل وقال في المرة الأولى رغم أنف امرئ من أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقلت آمين، فقال رغم أنف امرئ من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له فقلت آمين. سبحان الله، هذا الحديث هو لنا كلنا درس، أن تأتي يعني سبحان الله أن يرزقك الله عز وجل بصيام رمضان وأنت في صحة جيدة ويكون لديك الفرصة أن تقوم الليل وتقرأ القرآن وتطيع والديك وتأكل من الحلال وتبذل وتجتهد، يكون هذه الفرص كلها في يدك ثم تضيع إحدى الفرص أو كل الفرص وتأتي نهاية رمضان وأنت خالي الوفاض، والله هذا هو الخسران المبين. فشباب الله الله، حتى لو بقي يومين التوبة النصوح وقراءة القرآن والمسامحة طلب المسامحة من أهلك وبر الوالدين، مذكور في هذا الحديث سبحان الله أن تبرهما، وإذا كانوا من المتوفين رحمة الله عليهم أن تبر ودهما، تشوف يعني أصدقاء والدك خالاتك عماتك النساء والأخوات اللاتي كانت أمك تحبهن أن تصلهن وتبرهن سبحان الله، فيتذكرن أمك ويتذكر والدك سبحان الله، ويقال من هذا الفتى فيقال كان أبوهما صالحا يا رب، ويدعو لوالديك، هذا من البر. والشيء الثالث سبحان الله هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجزي نبينا عنا خير الجزاء، يعني محبته واجبة، وفي مثل هذه الأيام نكثر الصلاة على النبي ونتق الله عز وجل فيما نفعل، فمحبة النبي علامة حب النبي هي اتباعه اتباع سنته. وكلنا يا إخوة شبابا وشيبانا مهمتنا واحدة أن نستقيم كلنا بإذن الله تعالى، قل آمنت بالله ثم استقم، هذه ضرورة بإذن الله تعالى، أما الباقي فأنتم يعني أهل علم ووعي بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل يعني عندما ترى قدوة أمامك مثل الدكتور هاني يعني كفى يعني حظا وشرفا أن ترى إنسان عملاق أمامك وهو في قمة التواضع وقمة العمل، حتى لو تقدم به السن ما زال القلب شبابا وما زال القدم شبابا ما شاء الله تبارك الله. دكتور هاني نسأل الله عز وجل يعني والعصر شباب، والله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ولو يعني نصف أو ربع يعني هذه الطاقة يعني عندما نصل إلى سنك يا دكتور هاني، والله أنا يعني جدا من المعجبين. ومثل يا إخوة والله شوف الشباب اليومين هذول يمكن السوشيال ميديا الموبايل التمشية يعني سبحان الله العالم الموضة عالم الأزياء الأحذية يعني سبحان الله الدنيا أخذتنا، والله الدنيا أخذتنا. يعني أنا لما دكتور هاني كان يحكي لي كنت طلبت منه نصيحة قبل فترة لما كنت في بداية عملي في العمل الإنساني وكنت مسؤول، فكنت طلبت منه نصيحة وأنا لسه شاب يعني قبل هذا الكلام قبل يمكن 10 سنوات كنا جلسنا مع دكتور هاني كنت أطلب نصيحة، فقال لي يا سعيد حتى تشعر بطعم العمل الخيري لف المساجد، لا تنام في الهوتيل نام في المسجد، يعني تكي كذا في المسجد كذا وأسأل الله عز وجل من فضله أن يتقبل منك، وأنت تجمع التبرعات استحضر محبة الله محبة النبي استحضر محبة هؤلاء الفقراء، لا تغتر يعني بشيء يعني أعطاك الله عز وجل، إنما هو عطاء الله عز وجل عن طريقك يصل للمستحقين. والله كانت كلمات قوية وصلت إلى قلبي ولله الحمد، بهذه الكلمات الحمد لله يا دكتور هاني يعني نستمر في هذا العمل يعني، فبارك الله في شبابنا. يعني الواحد سعيد جدا لما يروح المساجد يرى كثير من الشباب
يعني الحمد لله في عودة طيبة بالذات في أوروبا يا دكتور هاني، عودة طيبة للدين والله. فنسأل الله عز وجل يعني يثبت شبابنا ويثبتهم ويهديهم، ويعني سبحان الله يجعلهم نبراسا وسببا في نشر في انتشار الإسلام في هذه بقاع الأرض البعيدة التي لم نتخيل في يوم من الأيام في فنلندا، نيوزيلندا، أستراليا، كندا أن يصل إليها الإسلام. اليوم سبحان الله مساجد يعني يعلى فيها كلمة الله، اللهم لك الحمد. طيب أنا أختم قبل ما تختم دكتور هاني، واحد من إخواننا الباكستانيين أبو حنين أرسل لي رسالة الآن. أيوة. يقول يا أبو السلاطين الزباني كنت أنتظر الليلة القدر حتى أتبرع. يا سلام. فتبرع بألف باوند الآن. الله أكبر. أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. ألف جنيه. ألف جنيه. ألف جنيه. يعني 1300 دولار أو 1400 دولار. لا مش 1000 جنيه مصري. لا لا 1000 جنيه استرليني. استرليني. يعني ما يعادل 1300 دولار. وأكثر من 5000 ريال سعودي. ما شاء الله. 6000 ريال سعودي. هذا ما كان يعرف حاجة اسمها قضية إريتريا. نعم. في دقائق حكيت له متبنيها بها. الله أكبر. الله أكبر. كل عام بس هو عنده عادة كل تبرعاته بيعملها ل 27 رمضان. سلام. الآن أرسل رسالة يقول يا سلطان لإخواننا الإريتريين الآن بعدت لهم 1000 باوند. أسأل الله العظيم أن يفتح أمامه أمام آلاف أبو الخير. الآن الذي يتبرع لي حتى دولار واحد الآن على أساس كنا نتكلم شغلنا قلنا لنا شحتة لله عز وجل. لله عز وجل لمن أوجب عليهم الحق على المقتدرين، أنتم كلكم مقتدرين اللي منو خارج المعسكرات. الذي يتبرع دولار واحد الآن أسأل الله أن يفتح أمامه مئات آلاف من أبواب الخيرات. يا رب يا رب. لا تستحقون، أنا أتبرع لكم يا سلطان دولار واحد، والله لعل دولارك هذا يكون عند الله أعظم من الآلاف التي تعرف. آمين. أو من هذا 1000 باوند بتاع الباكستاني. آمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيش؟ درهم سبق 100,000 درهم. نعم. درهم سبق 1000 درهم، لأنه هذا صاحب الدرهم كان هذا ما يملك. نعم. أتاه بكل حب وود، إذا بعده أتى من يحمل الأموال، رجال الأعمال عنده مال. نعم. لكن كان سبقه بها هذا. نعم. فقال درهم سبق 100,000 درهم، درهم سبق 1000 درهم. نعم. من منكم الآن يعطيني درهم أسأل الله أن لا يعرضل له حاجته في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وأسأل الله من يتبرع الآن على الأقل الحنجرات هذه الناشفة اللي الحمد لله قاعد تنبح عشان تتكلم، واحد يرحمني يديني كده شوية فلوس الليلة الآن. أسأل الله أن يبعد أن يعجل لك كل باب خير يخطر ببالك. آمين. إن كنت متزوجا الله يسعدك في زواجك. آمين. إن كنت عازبا الله يعجل لك بزوجة صالحة. آمين. إن كنت صاحب الهم فرج الله همك. آمين. إن كنت صاحب الدين سدد الله عنك الدين. آمين. إن كنت صاحب التجارة أنزل الله عليك الماء من السماء مثل مطر سبا سبا. آمين. مبارك الله لك في تجارتك وفي أموالك وفي أهلك. آمين. أي وحاجتك واحتياجاتك يعلمها الرحمن. أسأل الله يقضي حوائجك ويؤمنك بما تخاف. من منكم يكرمني لأجل الله ويعطينا دولار أو 10 دولار؟ يلا بسم الله ندي 5 دقائق بعدها نختم. طيب. إذا جاءتنا بسم الله حيجيلك حيجيلك إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. عمل الخير ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى يا شباب، ومفتاحه حب مخالطة الفقراء والمساكين. بعمل الخير رزق يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله كبر دكتور هاني. الله أكبر. تقول الله أكبر تكبير يا دكتور. قول الله أكبر. الله أكبر. عبد حجاج، عبد حجاج تبرع ب100 فرنك سويسري. يا سلام. يقول تسأل كله يا عبد، وأنا متأكد عبد هذا أمه وأبوه وإخوانه ما عندهم بعد الله إلا هو. نعم. لكن شوف عن عبد، أسأل الله يا عبد أن يناديك الرحمن من السماء هذه الليلة. آمين. آمين. ويوسع رزقك يا عبد. آمين. آمين. ولا يحوجك للمخلوق. آمين. إن كانوا والديك على الدنيا رزقكم الله برهم. آمين. 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 إن كانوا رحلوا رزقك الله برهم من بعدهم. آمين. أسأل الله يا عبد كل فكرة تخطر ببالك
لا يعسرها أمامك. آمين. أسأل الله يا عبد كل شيء تفكر فيه أن يجعله لك من يدك إلى فمك. كما كان أمي تدعي لي. أسأل الله يا عبد عطاك هذه ليلة 100 فرنك تكون بداية الخير في حياتك. آمين. ويوسع رزقك. آمين. ويسعدك في الدارين. آمين. ويجعلك من المقبولين عند الرحمن. آمين. ولا يردك الرحمن من بابي ومن رحمتي. لأنك لم تردني. لأنك لم تردني يا عبد الحجاج. أكرمتني بمعنى الفرنك أجمعها كلها أنا. ولكن أنا سعيد لأنني أعرف ماذا ستفعل. آمين. بيد الله 100 فرنك. بيد الله وجهك يا عبد الحجاج. آمين. وسع رزقك وبارك في عمرك وكثر الله من أمثالك. آمين. من منكم ينافس عبد الحجاج؟ مرحبا. الله أكبر. طيب. من منكم ينافس عبد الحجاج؟ إن شاء الله حيك. عبد الحجاج والله الآن رفعت من معنوياته، اديتنا معنويات حنتكلم إن شاء الله. ده أخونا أو سلطان ده شحات محترف. تعلمت منك يا دكتور. شحات محترف الحمد لله. تفوق علينا جميعا. والله العظيم. ونرجع تاني نقول عمل الخير رزق. لا يعطيه الله إلا لمن يشاء ولمن يقدر على حمل مسؤوليته. إن عمل الخير مسؤولية وعبء ومهمة ورسالة ورؤية وطريق مليء بالأشواك وطريق زاده قليل لكن خيره كثير. ده هو عمل خير احنا نتكلم عنه. فلذلك يا اخواننا يا اخواتنا اللي بتسمعونا يعني احرصوا على ان تدعوا الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم سفراء للخير في الدنيا. فترون فضل هذا العمل عليكم وعلى من حولكم من ابنائكم وازواجكم وامهاتكم وقرايبكم اقاربكم الى اخره في الدنيا والآخرة. محسود هو ومغبوط هو من ساقه الله سبحانه وتعالى لفعل الخيرات. الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. وعمل الخير في فضفاض له أبعاد كثيرة مع المسلمين ومع غير المسلمين ومع البشر ومع غير البشر ومع الجماد مع الأرواح. كل هذه أبواب من عمل الخير. فاسعوا إلى الله سبحانه وتعالى دعاء ورجاء كي يجعلكم جميعا من أهل الخير ومن تقومون على هذا العمل. فالقائم زي ما كان الحديث بيتكلم عنه أخونا سلطان من شوية، القائم على الأرملة والمسكين، يعني اللي بيسعى أو الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، والقائم قائم بالليل الذي لا يفطر ما يتعبش، يفضل قائم الليل إلى أن يموت وإذا فعل الله توفاه الله سبحانه وتعالى، أو الصائم الذي لا يفطر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فده جزاء القائم منكم على الأرملة والمسكين، وجزاء من يرزقهم الله سبحانه وتعالى بطريق الخير وعمل الخير وصبر الخير لكي يفتحها للآخرين ولكي يفتح الله سبحانه وتعالى من خلالها أبواب الجنان كلها. وندعو لكم في هذه اللحظات المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعات المباركة أن يجعلكم جميعا 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 من القائمون على الأرامل وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى اليتامى وعلى المرضى وعلى العجزة وعلى المشردين وعلى اللاجئين وعلى النازحين وعلى المقهورين وعلى المصدومين وعلى المغتصبين وعلى كل هؤلاء وغيرهم، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين، سواء كانوا من بني جلدتكم أو من غير بني جلدتكم، سواء كانوا من أوطانكم أو من غير أوطانكم، سواء كانوا من أقاربكم أو غير أقاربكم، سواء كانوا من هؤلاء الذين كانوا يعادونكم في يوم من الأيام ف
فحينما يصبح مسكينا عليه علينا تجاهه مسؤولية. الإنسانية. يطعمون الطعام على حبه. نعم نعم. يطعمون الطعام على حبه يعني حب. صح. يعني حب إطعام الطعام. حب يعني هو يحب يطعم. صح. يعني يطعم أو يحب الإطعام. مسكينا ونعرف من هو المسكين. ويتيما ونعرف هو اليتيم. وأسيرا. والأسير اللي هو كان عدوه. عدوه. يعني ربنا بيقول في الآية دي كلها اليتيم والمسكين والأسير، ولم يسمي يتيم مسلم أو مسكين مسلم، لكن احنا عارفين الأسير قد لا يكون مسلم. لكن مع هذه الثلاثية ربنا يقول علينا أن نطعمهم ونريد منهم جزاء مشكورا، حبا في الله وحبا في الإطعام وحبا في حب الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. آمين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السبب إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سبحان الله. جزاؤهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وعطاهم كيف؟ فلقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ربنا اجعلنا من ذلك. آمين آمين. نشكركم جميعا وأطلنا عليكم، وربنا يجعلكم من المغفور لهم في هذه الليلة المباركة. آمين. وهذا النهار المبارك وهذا اليوم المبارك وغدا وبعد غد وبعد غد إن شاء الله، ونلاقكم في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.